إذا كنت أعرف أن هناك طريقا يكثر فيه المنكرات تكثر فيه المنكرات وآخر تقل فيه، فهل يجوز لي أن أتجنب الطريق الذي يكثر فيه المنكرات؟ إذا لم تقم بالواجب تخاف أو رح مع الطريق السليم، أما إذا كنت تقوم بالواجب وتبلغ وتعظ وتذكر خذ الطريق اللي فيه المنكرات، كلك الأجر وكلك إنكار المنكر. نعم.